ومع هذا مهما يكون في مثلا المملكة العربية السعودية من أخطاء أو قصور تعتبر هذه حسنة كبرى توحيدها، حتى لو وجد في أخطاء ولا وجد في ووجد، لكن هل في مثال حسنة على وجه الأرض؟ هذه حسنة عظمى أن يعظم التوحيد، وأن الناس ما يجدون قبرا يعبدون من دون الله، ولا أحد يفد إليها لكي يعبد قبر، أبدا لا يوجد، ولله الحمد. وهذا يعني إن دل على شيء دل على أن العلماء والولاة ما زالوا متمسكين بالتوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له. أيضا نقول بحمد الله ونتحدث بحمد الله عز وجل، فضل علينا أيضا بلاد الكويت ما فيها قبر يعبد من دون الله، ما في ولا مزار واحد مسافر الكويت عشان المزار الفلاني، هذا لا يوجد ولله الحمد. وأيضا أيضا للمعلومية، حتى في بعض الناس استنكر قال معقول أيضا في هذه البلاد في بلادنا الكويت لا تباع الخمور غير مرخص فيها، حتى في الطيران الكويتي ما توجد خمور. أما في من يشرك بالله، في من يشرب خمر، هذا في كل مكان، لكن علنا مرخص به لا قبور ولا مزارات ولا خمور. وهذا الأمر لأهل الكويت ومن يفد إليها يجب علينا أن نحمد الله عليه، وأن نشجع حتى ولاة أمورنا أن هذه الأمور هي موجودة، لأن هناك في اتجاه معاكس يطالب بها لكن نقول الحمد لله أن بلادنا خلت من هذه المزارات والقبور واللي يزعمونها أولياء تعبد من دون الله.